تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو درجتين إلى 4 درجات مئوية، مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض الموسمي الهندي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا. وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم يكون الجو حارا صحوا بشكل عام، مع ظهور بعض السحب المتفرقة وأساديميا مغبرا شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والباديه.